عقد مجلس النواب جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس، وذلك برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب، حيث رفعت معاليها أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى أيده الله على توجيهاته السامية للأجهزة التنفيذية المختصة إلى مراجعة آليات تطبيق القيمة المضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها، وتأكيد جلالته على ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن، مؤكدة أن المجلس يعمل بكل تعاون فعال مع الحكومة الموقرة لصالح الوطن والمواطنين. وعقب الجلسة أدلى سعادة المستشار راشد محمد بنيمة الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي: في مستهل الجلسة وافق أصحاب السعادة النواب بالإجماع على إصدار بيان باسم المجلس يشيد بالتوجيهات الملكية السامية للأجهزة التنفيذية المختصة إلى مراجعة آليات تطبيق القيمة المضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها، حيث أكد النواب أن التوجيهات الملكية السامية تحتم على ممثلي الشعب القيام بالدور الرقابي المناط بهم. إلى ذلك وافق أصحاب السعادة النواب على رفع الاقتراح برغبة المقدم بصفة الاستعجال بشأن تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لمدة عام واحد إلى الحكومة الموقرة، كما وافق أصحاب السعادة النواب في ذات البند على رفع الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال إلى الحكومة الموقرة بشأن إيقاف قرار منع مراكب الصيد البوانيش من الإبحار وصيد الربيان. بعد ذلك تم إخطار المجلس بالرسائل الواردة من الحكومة الموقرة البالغ عددها 17 رسالة، حيث وافق المجلس على إحالتها للجان المختصة لمزيد من الدراسة، كما وافق المجلس على قوائم ترشيح أصحاب السعادة النواب لعضوية اللجان النوعية الدائمة للمجلس. أولا أنا حقيقة أشيد بالتوجيهات اللي أصدرها حضرة صاحب الجلالة بمتابعة الآليات اللي راح تطبقها الحكومة في حال التنفيذ، وهذه حقيقة ما جاء إلا من اهتمام جلالة الملك بالمواطن البحريني، واستشعر تخوف المواطن من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهذه اللي اليوم احنا نسعانا في مجلس النواب أن ننقل رغبة الشارع البحريني بالتأجيل عن طريق الآليتين اللي موجودة عند المجلس حاليا بعد ما أقرها المجلس السابق. احنا اليوم نتكلم عن آليتين: اقتراح برغبة بصفة استعجال تم اليوم التصويت عليه في الجلسة وتوجه إلى الحكومة الموقرة، والآلية الأخرى وهو اقتراح بقانون لتعديل فقط التاريخ، بدل لا يكون التطبيق في 1/1/2019 يكون 1/1/2020. في البداية أنا أشيد بتوجيهات جلالة الملك في للجهات الرسمية والمعنية بتوعية المواطنين وبالتحضير لآلية الضريبة، وهذا الشيء المعهود من جلالته اللي تلمس هموم المواطن فعلا في وتخوفه من قرار الضريبة. اليوم احنا مجلس النواب بإجماع اتخذ موقف واحد وهو رغبته في تأجيل الضريبة. تأجيل الضريبة اليوم ليس من أجل التأجيل فقط، وإنما لمزيد من الدراسة. لذلك إحنا رغبة من النواب من حماية ذوي الدخل المحدود، يجب وضع إطار قانوني لذوي الدخل المحدود واستثناء هذه الفئة من دفع الضريبة. لذلك اليوم نحن جميعا صوتنا من أجل التأجيل.